هذا الذي ترون. سوريا لا تعاني من غربة، لكن أي غربة؟ هي غربة الدب بين تراب الأدبار. هذه الغربة أثناء النظر إلى الأوضاع المتلهمة عن يميننا وعن يسارنا، نجد التطور، نجد الانسياق وراء العمالة في أشكال وصور شتى، نلتفت هنا وهنا فلا نجد إلا ظلاما يندهم، ونبحث عن الشعاع فنجد بوارق أبطل، نجد بوارق هنا. إلى ما نحتاج أيها الإخوة وأنتم ترون هذه الظاهرة؟ ليست هذه الضغوط التي تتراكم ثم تتراكم إلا نتيجة لهذا الوضع السليم الذي تحول إلى نشاز بالنسبة للظلام الذي يحيط بنا. وكأن ألسنة الحال تقول: أما أن لكم أن تتبعوا جيرانكم عن يمين وشمال فيما يسلكون؟ أما زلتم متمسكين عندما تعبرون عنه بالمبادئ والقيم؟ أما أن لكم أن تعلموا أن الواقعية شيء، وأن المبادئ التي أكلناه عليها وشرب شيء آخر؟ لكننا هنا في هذه البلدة وبكلامة من المبادئ التي تجسدها هذه المؤسسة سنظل نعتز في غرفتنا، ولسوف نعتز بمنهجنا هذا. ولئن عز المعين فأعظم بالمعين الأوحد، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. أجل، هذه الحقيقة أنا أشعر بها وأؤمن فيها، لكن المستقبل كيف سيكون؟ وهل هنالك معطفات خطيرة سنفاجئ بها؟ الجواب أيها الإخوة رهنا بشيء واحد أوصي نفسي وأوصيكم جميعا به، أوصي نفسي وأوصيكم جميعا به، وأوصي كل المسؤولين في هذه البلدة أن نربط أفئدتنا بالله عز وجل، أن نقف أمام مرآة هويتنا، أن نعلم أننا عبيد مملوكون لله سبحانه وتعالى، وعبودية الإنسان لله تقوده إلى رحابه، تقوده إلى رحابه ليمارس عملين اثنين: الاستقامة على